بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمهم للرياضة والرياضيين. بالنسبة للبطولة هاي النسخة الرابعة من هاي البطولة، وفي دولة الإمارات هاي البطولة الثانية للسنة الثانية على التوالي. الحمد لله نحن مشاركين ب 35 لاعب ولاعبة. النتائج جدا إيجابية، المستوى الفني عالي جدا لكل اللاعبين. هدفنا طبعا في هاي البطولة احتكاك لاعبينا باللاعبين اللي موجودين في العالم. الحمد لله الجماهير نسبة حضورهم عالية، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا. جدا إيجابية، وأنا الحين أكلمك وقلبي عند اللاعب الإماراتي قاعد يلعب الحين. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، والنتائج لغاية الآن مرضية، وإن شاء الله بكرة إن شاء الله اليوم الثاني ونتمنى حضور الجماهير ومساندة اللاعبين. الحمد لله كان استعداد البطولة جيد وممتاز، في مدربين وفنيين مع لاعبينا، وعدناهم في كان عندهم معسكر قبل البطولة، وتم اختيارهم وفق معايير فنية، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق.